ينضم إلينا من القدس الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، ومن تل أبيب الكاتب والباحث السياسي جولان برهوم. أهلا بكما أستاذ خليل. بداية أود رأيك في هذا المقترح المبدئي أو الخطة المبدئية التي تتحدث عن إنشاء قوة مشتركة لأن تكون تدير الأمور في غزة بعد الحرب. هي حلول ترقيعية، بمعنى آخر بأن القضية هي قضية سياسية في الدرجة الأولى، إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة القدس الشرقية العاصمة، هذا هو الحل الرئيسي. أما إقامة قوات طوارئ دولية كما كان حادثا قبل عام 1967 أو إقامة قوات حفظ سلام هي ليست حل نهائي، لكن بعد سنوات سنعود مرة أخرى إلى قضية الحرب. نحن كفلسطينيين نقول أن هنالك احتلال عام 1967، اتفقنا على 242 و338 وكل قرارات الأمم المتحدة، بمعنى إقامة دولة فلسطينية أصبتها القدس الشرقية وكل العالم يعتبر ذلك. الآن قوات حفظ سلام، قضية روابط القرى، قضية العشائر والقبائل، ما يطلق الآن في هذه القضية هي ليست حل، لأننا سنعود مرة أخرى إلى عملية العنف ما بين الطرفين. أنا اعتقادي بأن قوات حفظ السلام الدولية عندما تنشأ، إذا أراد أن تنشأ يجب أن ينشأ يكون هناك قرار، هذا القرار أن تقام دولة فلسطينية، ولا هذه القوات كما حدث في قوات حفظ الطوارئ قبل 67 تم إزالتها، وما يحدث الآن في جنوب لبنان القرار اليونيفيل الموجود ده. هنالك يجب ان تحل هذه المنطقه ويجب ان يقام هنالك دوله. اما اليمين الاسرائيلي الذي لا يريد ان تقام دوله، نحن سنكون في عنف حتى الاجيال القادمه، وهذا ليس بصالح الطرفين. استاذ جولان، ما الذي يمكن ان يكون كرد فعل من الجانب الاسرائيلي على مثل هذه المقترحات، خصوصا مع المطالبات الامريكيه المستمره لاسرائيل باعطاء تصور لما سيكون شكل ومن سيحكم في القطاع بعد الحرب؟ بداية تحياتي لك وللجميع، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. انظري، أنا في اعتقادي هناك مشكلة من ناحية التوقيت، يعني ربما هناك مكان للقبول غير الآن. من ناحية حكومة نتنياهو، أعتقد أن مذيعكم قد ذكر ذلك، الأمر المركزي من ناحية بنيامين نتنياهو وهذا معلن كل لحظة كل مرة هو النصر، نريد نصر ملحوظ، نريد نصر واضح. يعني من ناحية التوقيت لا يوجد مكان الآن، وربما هذا يحتاج إلى أكثر من شهر، شهرين، ثلاث شهور، ربما السنة، لكن نحن نريد تصفية حماس. في نفس الوقت نحن نعترف أن هناك أهل غزة، نحن بالإضافة هناك ملف المخطوفين الرائين، هناك نقاط التي مخيفة بالنسبة للدولة، بالنسبة للدولة الإسرائيلية، بالنسبة للأمن الإسرائيلي. قبل ما نتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة، هل هذه قوة دولية عسكرية مكونة من جيوش العالم؟ يعني احنا كنا في صناعة في هذه السيناريوهات في لبنان في 82 وشاهدنا النتائج. هذه القوات تستطيع ان تكون دروع بشرية وربما تحط قيود على جيش الدفاع الإسرائيلي. يعني هناك بالنسبة للسؤال، يعني اذا استطيع ان اوضح نفسي، اولا نريد نصر، اولا نريد استمرار الاعمال العسكريه ضد مخربي حماس غير اهل غزه، في نفس الوقت لا نريد تجويع، واذا هناك مكان للتبرعات ومساعدات انسانيه بالتنسيق مع العالم العربي نحن نبارك على ذلك. قوات دوليه للحفاظ على السلام والاستقرار في غزه في اعتقادي غير الان، لا يوجد مكان الان في وقت الحرب للحديث والتشاور على ذلك. فقط إذا يسمح لي بالاختصار الشديد، معظم شعب إسرائيل غير مؤمن بقيام دولة فلسطينية مستقلة الآن. يعني من ناحية التوقيت، ونحن نرجع إلى هذه الكلمة، من ناحية التوقيت دولة فلسطينية مستقلة الآن أنا حريص على ذلك، الآن تعتبر خضوع من قبل دولة إسرائيل، استسلام أمام حماس.
يعني هناك كانت قوات استقلاليه حمسويه فلسطينيه في غزه، سياده فلسطينيه كامله، شهدنا النتائج. هناك استقلال فلسطيني معين في الضفه، مناطق يهودا وسامره، وشهدنا النتائج. يعني خلينا نكون، يعني نتحدث بصراحه، هناك مكان للحديث على قوه دوليه للحفاظ على السلام من نعم ناحيه التوقيت اعتقادي على الاقل، غير الآن. دولة إسرائيل تلك الأيام 73 على سبيل المثال، أقول باختصار، ما تحدثت على تسوية أو اتفاق سلام أو انسحابات إسرائيلية في سيناء مثلا. المهم كان التغلب عن الجيوش المصرية والسورية تلك الأيام. الآن وقت حرب، نحن في معركة مهمة، ربما أهم معركة من سنة 48. حديث على ذلك راح يكون بعدين. ما رأيك أستاذ خليل بما قاله أستاذ غولان؟ وأيضا هل يمكن أن نكون، أو هذه ما وصفته يعني بالحلول الترقيعية ربما حل مبدئي لإنهاء الحرب؟ القضية ليست هي إنهاء الحرب، الحرب هي ستستمر، وهذا العقلية اليمينية التي تعتبر إزالة حماس والانتصار على حماس. ما هو أصلا يتفاوض مع حماس الآن سواء كان بالقاهرة أو في قطر، يعني هو الآن يتفاوضون مع حماس. أما قضية الانتصار النهائي، الحماس هي فكرة ولا يمكن القضاء على الفكرة، ممكن أن تقضي على شخصيات، ممكن تعطي قيادات، لكن هذا ستستمر. أيضا الحماس هي جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية، بمعنى كان هنالك شارون، كان هنالك شامير، وكان بيغن، هو إرهابي كان، وكانت كل جيش الدفاع الإسرائيلي حركات إرهابية، أصبحت بعد عملية إقامة الدولة أصبحوا رؤساء وزراء، ثم أصبحوا فيما بعد جزء من الجيش الدفاع. أنا اعتقادي أن عدم إقامة دولة فلسطينية في داخل، ونحن أنا كنت عضوا في الوفد الفلسطيني للسلام من أجل إقامة دولة فلسطينية في داخل الضفة الغربية وقطاع غزة حسب قرارات الأمم المتحدة، وجزء يتفق عليه بين الطرفان، القدس الشرقية هي أراضي احتلت بعد عام 1967، إذن هي العاصمة. أما ما يطلق عليه أنه باليوم التالي، أنا اعتقادي أن إسرائيل ستستنزف بشكل كبير جدا، لأن ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة لن يكون هنالك يوم ثاني، بل لسه ما زلنا في اليوم الأول. صحيح أن هنالك عملية تدمير للمؤسسات الثقافية والمؤسسات التعليمية وأيضا المساجد والكنس والكنائس وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهذا ثمن ندفعه دائما من الحركة الوطنية عندما تقوم هذه الحركة الوطنية بالدفاع عن جذورها. حماس لم تكن موجودة في قطاع غزة، لم يكن لديها سيادة، كانت مسجونة ضمن إطار الجانب الإسرائيلي، تم معاقبتها، وتم معاقبة في عام 2006 عندما انتصرت حماس بالانتخابات التشريعية، تم محاربتها من قبل السلطة الفلسطينية ومن قبل إسرائيل ومن قبل العالم، فبالتالي تم حصارها. الآن عندما نتكلم عن قضية حفظ السلام، أنا اعتقادي قضية عندما نتفق الطرفان، الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، بأن هنالك دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية، لن يكون هنالك حروب. هنالك من بين الطرفان، الطرف الفلسطيني هنالك يمين متطرف، وبالجانب الإسرائيلي أيضا يمين متطرف، بن غفير على سبيل المثال الذي يعتقد بإزالة الشعب الفلسطيني وإبادة الشعب الفلسطيني وكل هذا اليد. نحن لن لا بن غفير ولا بن غفير يستطيع أن يزيل الشعب الفلسطيني، واليمين الفلسطيني أيضا لا يستطيع أن يزيل الشعب الإسرائيلي. على هذا الأساس نحن نعتقد تماما الجلوس إلى جانب بعض من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية، وهو العيش بسلام ما بين الطرفان. أستاذ غولان، تود أن بعض من النقاط. تفضل. أشكرك. أولا بالنسبة لقيام دولة فلسطينية، هل فعلا دولة فلسطينية تعترف بقيام دولة إسرائيل؟ يعني نحن نسمع شعارات يوميا من النهر إلى البحر، يعني لا يوجد أي اعتراف حقيقي رسمي بقيام دولة يهودية
مستقلة على أساس حدود 67. بالنسبة لليمين الإسرائيلي أو تصنيف هذه العملية، هذه المعركة، هذه الحرب كيمين إسرائيلي أو يسار إسرائيلي، هناك إجماع عام على الأقل بالنسبة لمنظمة حماس. منظمة حماس منظمة إرهابية، لكن أنا لا أريد أن أتحدث على رؤية إسرائيلية من وجهة نظر عربية وأقول فلسطينية بالإضافة فتحوية. حركة حماس تعتبر خطر، يعني من رمى فتحاويين من السطوح في 2000 في 2006 و2007، صحيني إذا أنا مخطئ. من يهدد فعلا على قيام واستقرار السلطة الفلسطينية؟ من كان عنيف بكل ما يخص لأهل الضفة ضد فتحاويين؟ ومن يقول اليوم لماذا غزة مهدومة بعد ما انسحبنا من غزة على فكرة، وفككنا وخربنا بيوت وما كان أي وجود يهودي غير أنا أقول ذلك، بل الفتحاويين هم يقولون ذلك. أنت تتحدث أستاذي الكريم على فكرة، أنا أقول ولو هذه الفكرة وأحترم ذلك وأعرف ذلك، ولكن هذه الفكرة أخوانجية تعتبر خطر، غير فقط على غلام برهوم هنا في جبهة تل أبيب، ولكن على الشعوب العربية. من يريد ذلك؟ أنا في اعتقادي حسب استطلاعات الرأي الإسرائيلية اليوم، أنا لا أستطيع أن أقول أن بنيامين نتنياهو راح يكون رئيس حكومة إسرائيل في المرة السابعة، ولكن هناك إجماع عن دولة فلسطينية مستقلة، فهي تعتبر خطر للشعوب العربية. يعني من وجهة نظر العرب هذه الدولة تمثل في اعتقادي على الأقل مصالح إيرانية. هل ضيفكم الكريم هل فعلا هو يريد دولة فلسطينية مستقلة التي فعلا تمثل مصالح إيرانية أو أخوانجية وتهدد على وضحت هذه دول الفكرة الخليج؟ أستاذ غلام. أكيد أكيد دعني لا، أسأل الأستاذ أكيد لا خليل سريعا ببساطة. لأنه سينتهي وقتنا. أستاذ خليل سريعا رد على أستاذ غلام بهذا الطرح كما وصفه بأنه دولة فلسطينية مستقلة تابعة لإيران. أولا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، أيضا هنالك من يطرح أيضا بين النهر والبحر دولة واحدة، ونتنياهو تكلم فيها قبل، فبالتالي بين الطرفين هنالك من يتكلم بين النهر والبحر دولة واحدة، الطرف الفلسطيني يتكلم ذلك والإسرائيلي يتكلم. أما قضية إيران وكذا إلى آخره، أنا اعتقادي هو أن أصلا الإسرائيليين يلتقون مع الأمريكان، لماذا تتعامل مع أمريكا ولا نحن لا أتعامل معنا؟ نحن في داخل الحركة الوطنية الفلسطينية لا نتكلم عن قضية إيران ولا كذا. من دعم الحركة الوطنية الفلسطينية في الفترات كانت السعودية والإمارات وكل الدول العربية، لكن كل ما يتعلق بقضية إيران وأنها إيران هي الشيطان، أصلا أنتم الذي دعم الإيرانيين في الحرب العراقية لكن الحرب هناك العراقية احتلال إيراني أستاذي الكريم كعربي، بذلك. هناك احتلال إيراني، هناك احتلال إيراني. ما أنا في احتلال إيراني، هنالك لا احتلال يوجد أمريكي احتلال واحتلال إيراني في الشرق إسرائيلي على الأوسط أستاذي الكريم. طيب تفضلوا بالبقاء معنا أستاذ غولان وأستاذ خليل. دعونا نتعرف إلى السيناريوهات العدة التي تم طرحها قبل أن ينتهي وقتنا بشأن إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، ونتعرف على أبرز هذه الخطط في العرض التالي. ونتوقف أيضا عند طرح تساؤل الظهيرة لهذا اليوم، وكنا طرحناه، ومفاده مقترح أمريكي لإنشاء قوة حفظ سلام في غزة ما بعد الحرب، مؤيد أو معارض؟ جاءت الإجابات على النحو التالي: 31% قالوا نؤيد و69% قالوا نعارض.
أستاذ خليل، تعليقك أيضا على أي سيناريو برأيك مرشح الآن أن يحصل على الأرض وأيضا على نتيجة التصويت؟ يعني 31% قالوا نوافق و69 قالوا لا. طبعا بالتأكيد، لأنه كما ذكرت في بداية حديثي هي حلول ترقيعية. إزالة الاحتلال هو سينهي هذه المشكلة بشكل كامل، إعادة الاستقلال مرة أخرى. أما إسرائيل عندما تريد أن تدمر وتقتل وتجوع فهذا سيستمر، لأنه الجيل القادم سيكون أكثر قساوة من الجيل الحالي. نحن جيلنا مد يد السلام إلى الجانب الإسرائيلي وقامت إسرائيل بقتل رجل السلام رابين. نحن الآن نقول كما يلي، ولا زميلي الإسرائيلي أيضا أقول له بالحرف الواحد، نحن كأهل فلسطين نريد دولتنا، شئت من شئت أو أبيت ما أبيت. هذه الدولة الفلسطينية ستقام سواء اليوم أو غدا. اليوم التالي، عندما تكلم اليوم التالي لم ينتهي اليوم الأول، ما زلتم تنزفون في قطاع غزة يوميا، 24 جندي جريح كفى قتلى إلى آخره. في نفس الوقت نحن ندفع الثمن، ندفع الثمن بأبنائنا، بآبائنا، بأمهاتنا، بنسائنا. هذا كل هذا الموضوع نتكلم. نحن الآن عندما نقول أن هنالك حل، الحل هو إزالة الاحتلال واتفاقية سلام ذات سيادة وليس منفوصة. تعليق سريع منك أستاذ غولان أيضا. أولا نحن نقول ونجوع المخربين، الهدف الأهداف العسكرية الإسرائيلية ضد المخربين أولا. هم قرروا أن أهل غزة أصبحوا إلى الضروب بشرية بعدما انسحبنا من غزة، غير مسألة احتلال. أنا فقط أقول بالاختصار شديد إذا عندي ولو دقيقة واحدة، ربما حان الوقت للتفكير الجديد خارج البرواز. في اتفاقيات كامب ديفيد 1978، اتفاقيات التي وقع عليها تلك الأيام الرئيس الراحل أنور السادات، هناك مكان لحكم ذاتي، حكم ذاتي لصالح أهل غزة ولصالح أهل الضفة. أنا لا أتحدث على الدولة الفلسطينية مستقلة، برؤية عربية دولة فلسطينية مستقلة تعتبر خطر، ما حد يريد ذلك، منبع إرهابي. ولكن ربما هناك مكان للحديث، لا أعرف إذا هناك وقت، لكن ربما نسمع ردود فعل من الطرف الثاني. لكن حكم ذاتي عادل والسيطرة كاملة في مناطق أجدادنا في نهاية المطاف. لكن هذا هو التوازن الحقيقي، دولة يهودية ديمقراطية وحكم ذاتي في المناطق المأهولة، المدن، الأحياء، البلدات الفلسطينية. لكن شكرا، انتهى وقتنا. من تل أبيب الكاتب والباحث السياسي غولان برهوم، ومن القدس الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، شكرا جزيلا لكما. شكرا لك.